هذا ويعكس الترحيب الخليجي باعلان المنامه واستضافه مملكه البحرين لاعمال الجمعيه العامه في دورتها السادسه والاربعين بعد المئه للاتحاد البرلماني الدولي يعكس جهود المملكه في محاربه الكراهيه وتعزيز التعايش السلمي. إشادة خليجية باعلان المنامة. ودعم خليجي كان واضحا وجليا لاستضافه مملكه البحرين اعمال الجمعيه السادسه والاربعين بعد المئه للاتحاد البرلماني الدولي، وهذه الاشاده تؤكد اهميه هذا الاعلان الذي انطلق من ارض السلام مملكه البحرين لمحاربه الكراهيه والتعصب والاقصاء والعنف وتعزيز التعايش السلمي في البلدان. الصحف المحليه سلطت الضوء على هذه الاشاده الخليجيه باعلان المنامه حيث أن الإعلان باعتباره مخرجا رئيسيا لأعمال الاتحاد جاء مشددا على التزام البرلمانات في سن القوانين والتمثيل والإشراف لاعتبار الأفعال القائمة على الكراهية وجميع أشكال العنف المرتبطة بالدين أو المعتقد أو رهاب الأجانب أو العنصرية أو التعصب ضد الفئات المهمشة جريمة بموجب القانون، وتمت المطالبة في الإعلان بالاستثمار في التعليم للجميع وعلى الأصعدة كافة. والعنوان الرئيسي لاعمال الجمعيه العامه للاتحاد البرلماني الدولي في مملكه البحرين كان مرتبطا بموضوع التعايش السلمي ولعل التعايش السلمي ونبذ الكراهيه من ابرز اجندات مملكه البحرين حول العالم وهو ما انعكس من خلال اشاده برلمانيين دوليين وتاييدهم ودعمهم الكامل للدعوه التي اطلقها جلاله ملك البلاد المعظم للمجتمع الدولي باقرار اتفاقيه دوليه لتجريم خطابات الكراهيه الدينيه والطائفيه والعنصريه بجميع صورها والعمل الجماعي على نشر ثقافه السلام والتفاهم وقبول الاخر